في إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوي لاستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية في ظل الأزمة التي تمر بها حاليا، أقلعت طائرة النقل العسكرية الثانية والمحملة بشحنة مساعدات عاجلة تتضمن كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة. أعرب الجانب اللبناني عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها في أوقات المحن والأزمات. نحن للصراحة هذا منه غريب على مصر، نحن بالنسبة لنا مصر هي الشقيق الأكبر، كل الدول المحبة للبنان قدمت عم تقدم المساعدة، كيف بالأحرى مصر نحن منعتبرها مصر أهل وإخوة وأصدقاء، نتشكر مصر كلها سوى دولة وشعب ورئيس على المساعدة.